تبارك الله عليكم العيالات، والله الا الا فرحتوني. يا الله بينوا لي على حن سيديكم ونستفوا هاد السلعه اللي بقات. يا انا غتبقى فيا غهنيه غطير ليها الصباغه، ولكن بصح اقسم بالله الا كنتي معنا حادقه ومره مرموره. اجي هياتا ما كنصبحتي تعوجي في داك الفم مرموره ولا مرمرم، لا بانت لك الصباغه ما طرتش كنعرف نشقى. ودراعي يسولي عليا احمد راجلي في الدار. دورا سولت وسولت حتى بنتك، ياك اختي انا قلت لك ما كتعرف دير كل شيء. ودا دا 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 وعنقيني انا وصوتيني انا. ولاش غنصوتك انتي؟ خلوني انا مع دلفع القرطيطه هذه اللي ولات محابه مع عدوس هذه. خويا طلع داك الجينيريك الله يرضي عليك، نتفاهم مع هذه. جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساكر ويا الساكر اللي في قلبي ويا الهضامي ويا الساكر جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساكر. يا حيكو صحراوي يا وجرح ويداوي ويا الساكن يا الرزة حياتي بالغازي واني ويا الساكن يا حيكو صحراوي يا جرح ويداوي ويا الساكن ويا الساكن اللي في قلبي ويا الهمامي ويا الساكن جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساكن. شهر فتحني ومغاش بابي وليكي كان واي إلاك حلتي عميتي ولا سوى كتير شو النبال واي وشوفوا الواش تشعر وجيالي بسروال طويل واي وكون ما جاتني حشومة ينقلح ويجي ونعود فيل والله إلا لقيتيني ناشطة وما والله تنتلف لك الري هل شو كتطيح علي الميزان لاش ترى فدع سارة بنتي الزهادي فدع سارة ناقص ما تعرفي تجلسي ما تعرفي تخلي الجماعة نقية تخلينا ناشطين مالك اختي مالك لطيف الله على عيالتي لا فرحانه وما قدني فرحه الله يدوم فرحه علينا ودابا عاد نقول ولات عندنا تعاونيه والله الا عندك الصحه خالتي ولا تفلنا كتهبل شوفي كل شيء نقي كل شيء مستف انا غا هذيك القرعه الصفراء ما عجبانيش تم لا 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 اختي بك يشد الرب حجارك يشدوك وياك بقى توصلي شي حاجه معلقه لي داويه معك وحاجه الدجاج ما تقربي ليها والحاجه الغاليه لا تقيسيها. ايوا انا اش بغيتوني ندير نبقى مربعي بيا؟ ايوا حنا اش بغيتينا نديرو لك حنا نبنيو تتريبي. قلت بنيتي قلت باقي شلا ما يدار قلت يلا ها العيالات دابا اش خاصنا؟ ناقص شي بريد ديال هاد وذلك بصفه عامه. بابا واش فهمتي هاد المقال اللي قريت لي؟ القياد ما كيقولوش بابا دوي بلغه القياد. بابا واش فهمتي هاد المقال؟ ما تنسايش تخوصيره والله بنيتي ما فهمته تخلط لي الشغل مع النغل. باش فهم هذا المقال خصك بعدا تفهم المعنى ديال التضخم. التضخم اللي كنفهم انا بنيتي هو ملي كتجيب لي امك قصريه تاع كسكس ومسقيه بالمجبنه والكرداس تلكم والصائقه. حتى بابا مشي معايا بخطوه بخطوه وغتفهم. فين غتخرجيني يا بنيتي في هذا الحرنه وانت مغادي واش انا خطاويه قد خطاويك؟ ولا بابا هذا واخا نعرف اليوم نفهمك بالخشيبه. ياه تضخم زعما ملي كيولي المال كثر من السلعه اللي كاينه في السوق اولا العكس. فهمتي دابا التضخم؟ بلا مشكله هادي خاصني معاك شي عصا طويله. ايوا قلت الحياه تصلخي القيد تصلخي باباك. شكون اللي قالك العصا ديال الضرب؟ انا بغيت العصا باش نقطع طريفات حقاش ما عنديش الخشيبات. انا ولد قيد يقدر خريامي نبدا نقرب الخشيبات قالوها الجدود قالك اول ناس صغار وخر ناس صغار عارف اش غديري فهمي غتي اما انا تقاعد بداني من رجلي كيموت كزو ناري 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 يا ولد القيد مرح لي مع راسك حتى اللي جات معاك حاط لي السلعه والدكه مزيان وقيامه نايض على برا. اولا ما حاطش السلعه انا ما عنديش هري ثانيا هذه مونتي وهذه داري وهذا تيغرادي وتاش دخلك لصالوني
راه نايضه يا شريف. جيني من الاخر عاود لي اش كاين. كاين فيروس. شكون هاد فيروس؟ هاد المواضيع التافهة كدير لي التضخم في راسي. ودابا عاد فهمت شنو هو التضخم. تجي قويلة خويا عطقني. بابا انا ماشي نشوف المؤتمر دافوس غينقلوه مباشرة. يلاه نوضي سيري دافوس لي يفوت الفوت. ودابا تكونسونطرا معايا مزيان. كاع المواضيع اللي فيها الرعب والاكزورسيس ما تقولوش قدام الدرية. قول لي اش موقع. الكوبيراتيف. مالها؟ إيه الهلا يوريك مالها. شوف أنا ما كان حملش اللقطة تدخل لي في فيلم قود. شوف شوف العيالات كيردوا الكوباراتيف. ها الدكة هذه الكوباراتيف تاعت العيالات؟ ويه يا اسمعوا العيالات دابا المنتوج هو موجود الحمد لله كل شيء وجدناه كيخصنا دابا فين غادي نسوقوا هاد السلعة ديالنا. أويلي ويلي ويلي شتي أختي كتهضري على السواق سيري انت راه بغيتي تمشي للسوق سيري بوحدك ترى وجهك مشوط بالشمس ما انا اختي تسمحي لي يا ويلي البشره ديال وجهي حساسه بغيت تديني للسوق واش غادي نقول لك هنيا انا وجهي مشوط وانت وجهك مقصدر ربي لا ما سيري كنت هشمي خلي هاد الهضره يقولوها البنات بعدا الصغارات صغارات فينا مات الصغارات وريهم ليا يلا صغيره فيهم انا اكبر منها بخمس سنين الله حنينتي الله على دابا تي بينك وبين بنتك على خمس سنين كليتي سلو في صبعكم بجوج هجروا بالرايه البس علينا يا هنيه واه نعلي الشيطان راه انا كنعني بالتسويق هو زعما خصنا نشوفوا المارشيات الكبار ونسيروا معاهم الكونطرا ونخرجوا منهم الريال ايه كنسمع الريال كنشد التبوريشه يا البنات امتى امتى يا ربي نكمل هاد السترت لان فرومه امتى الله الا عندك الحق اختي حسنه انا بغيت غير فوقاش ندير داري بوحدي يا امي نكون انا بوحدي نهرس وندقدق ونفرش حتى حد ما يتدخل فيا لا لوسه تقلق ولا عجوزه تفلق ايوا يا ربي ايوا يا ربي راه عندك العيالات كيقلبوا على العرايسات اللي كيربيو في الدار الخميره وانا قلبت على عروسه فطيره عايزه راه باقا عندك عويطقه انت ما دايده الحنة انا ري امي هذيك عويطقه جمعي راسك ولا غتقلبي دابا نيت على اللي عتقت وصافي صافي هذا راه كوبيراتيف ديال الخدمه كان شي خدمه شي نشاط تبارك الله ما كانش كانوا غير المشاكل والمعاطي حتى لديوركم دابا دويتي شوفي هادوك الريالات اللي غنجمع ودك الفلوس اللي غنجمع حاطه عيني على واحد الشيطان اللي شافها يموت واللي ما شافهاش يموت او خالتي انت هادي تكشيطه ولا كلاشنيكوف ايوا سمعني الا بغيتي تشري التكشيطه ان شاء الله العيالات كلكم غديو الشونطيو ديال السلعه وغدا غادي تقصدوا كاع الجهات حتى وحده فيكم ما تجيني خاويه ايوا هذا هو الكلام دابا دويتي دابا ايه دابا ايه ايوا هذيك الباش تشعرها لو جيادي بدوك الفرجات واه يا واه كنحكم بلطفرتك القايده على البنات واه يا واه عجبتك فيهم امي لا سرقه اخرى قالت لك فنانه عبد الرزاق نعم نوض انا مشيت فين انا غادا لبريكاد ونجي لبريكاد علاش شنو درتي لا خويا انا معدي مناش نخاف ما درت حتى شي حاجه علاش غادي لبريكاد غادي تبركي بيا نبركك بك علاش شنو درتي انا ما درت والو ولكن ما تعرف نكون درت شي حاجه بلا ما نحس يا عبد الرزاق يلا جلسنا وتحدثنا وكلينا مجموعين وهضرنا على من ياك خالتي ايزا قالت لنا كاع الدريات ديال الكوبيراتيف كل وحده فينا تتقلب على فين تسوق السلعه كاينه ولا لا كاينه ولكن دابا انت علاش غادي لبريكاد يا ودي حتى كنت مازح معاك بغيتك باش تواقد معايا شويه فيق فيق اجي لي قلبت لي وقفي ما تحركيش فين غادا دابا عباد الله واش بغيتي تسطيني انت اللي غادي تسطيني شفت هاد اللعبه ديال الكوبيراتيف ديالكم بحال ولات ديال بصح ايوا جمع راسك قال اللعبه على هنا سايرين اللعبة حنا راه خدمنا ودمرنا وجمعنا ودابا خاصنا نمشيو نشوفوا كيفاش نسوقوا السلعه اي 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 اي
وارتاح شويه. اسمع عندك فين تمشي. جلسي صافي قلبي كيضرب بالجهد. مدينة يا ربي السلامة. صافي هذه الموت ديما كنحلم واحد الجدار مي كيوقف عليا وكيقرف ليا يقول لي تبعني. هي هذه الموت هذه. خليك حدايا ما تمشي فين. غادي نخلي لك الوصيه. شهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله. الله بلاتي اخويا حنا ما عندنا هذه الحاله كامله بلاتي. الله هاتا ياك باغي تموت. شنو بلاتي انا غادي ندير واحد اللايف. السلام عليكم يا المشاهدات والمشاهدين صحباتي وخواتاتي وحباباتي. لاباس كل شيء مزيان. شوفوا هاتوما راني مزروبه اليوم بغيت ندير لكم هذا اللايف باش نوري لكم راجلي عبد الرزاق. ها هو هاتوما مول الطاكسي هذا. انا بغيت نقول لكم راه هو بغى يخلي لكم هذه الوصيه اللايف. الا مشيت يا خويا عبد الرزاق ورجعت ولقيتك حي وهذاك مريضنا ما عدو باس لقيتك متي ومول الامانه دامانته قسما بالله يتنوفي بالغرض وبالوصيه وهانتوما شاهدين وخليكم معاه. السلام عليكم. هاك عبد الرزاق دوي معاهم. تبتسم شويه ابتسم. انا عبد الرزاق راجلها. كيفاش حلف؟ ويلا سربي طلقي راسك. واجده اليوم ما غنخلي بكم لحاحه لا ملاحه. السلعه ديال الكوبيراتيف غتولي تباع في كل شيء، في الترانات، في الطيارات، في المطارات، الفارماسيانات، السبيطارات، الواد، الماء، البحر، السماء، الارض والبحر والبر. شتي هادو اللي غادي ياخذوا من عندنا السلعه راه خاصهم يتهلاو فيها. ما يديروهاش في الشمس وما يديروهاش في الظل، وكيخصهم ياخذوا من عندنا بالكثره باش يلاه يلاه نخرجوا في الترونسبور ولون بالاج. كوني هاني امي من هادشي. انا غدا نعجبك. انا عجبتيني هي لزتي قدامي. لا اختي ما اتفقش انا وياك على هادشي. ها مرت ولدك سوقيا قدامي. بجوجكم عندكم اصلا نفس المشيه. انا راه ما نليقش لكم. انا حربيه كنزرب. لا والله ما نمشيو ما زيدت قدامي. ناديه نوضي وصلي امك راه كتسنى فيك باش تمشي معايا. يلا واخا خالتي هي الاولى. وبسلامة عليكم. سلامة امي. الله يهديك راه ما غتقديش تبعيني. راه الكشكوشه غتخرج لك من ريتك. الله يهديك على راسك. ودايره بحسابك. الحمد لله اللي كنلبس قدي قدك. ها شتي ها هي السبادري. شتي ها ايوا ما قلتي عيبه يزه. زيدي قدام يلا بشويه وشوريه. اي واخا وتي بلاتي رانا نتسناك. وتي تسناي. ويلي فين درت الورقه. ها هي صافي. زهره الا جا عمك وبشره راه الماكله موجوده صبي ليهم. انا ما غنسخن ما غنصب. واش ولتهم ونسيتهم؟ اويلي حشومه زعما داك راه عمك وبشره هذيك. اويلي ومن بعد يا اختي ما كتحشميش. ما كنحشمش مسلكاني. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك اخويتي. رقيتيني ما مسالياش عندي شي اجتماعات. الله يرضي عليك. هاي على بنت مقدم لو عندها الاجتماعات. شتي نتوما داك الكوبيراتيف تسراتكم ياك. وعلاش اختي ما تقوليش هاد الكوبيراتيف هادي دارت لينا الشان والمرشان؟ دارت لكم غير تماره. شتي ربي ملي كيبغي يعذب النمله كيديرها الجوانح. وراه قال لك المش حتى هو ملي ما تلقاش القديده كيقول خانزه. قال لك نوضو هاد الشطح دارتها بصح. وقال لك راجلك جا حطي ليه الغداء. ها واحد السلام عليكم. هاد بنت خوك هادي راه ما كتحشم ما كترمش. ياه كاين شي ما يتكل. راه الماكله موجوده. سخن وصب. وانتي فين غدا مسريه؟ انا غنمشي للمدينه غادي نسيني شي كونطرا ديال السلع ديال المنتوج الجديد. ولاش عليك بهاد المدينه؟ وحتي غير عند مول بيسري كيحاط عنده البلومبي وحاط عنده مول الشاكمات وحاط عنده مول الفاخر وخليو سلعتنا تروج غير في الفيلاج وخيرنا ما يدي غيرنا. ويلي واش انايا صنعه لهم من الفاي؟ هذه راه السلعه ديال 20 مليون. اي تقول لي انا نحط عند مول الحالوت ولا نحط عند ميكانيسيان حسن دوز بخير. والله الا قال لك نحط عند مول الحانوت. ولك يسحب لي غير بركات في التعاونيه كيقشر وينا من مفعي بهذا الله. فلوس كحلات. وكريمو اسيدي واخا الله يرحم باك ديك المسمنه البتونه. واخا لا واش تي عامين وانت كتصاوبي في مسمنه وفي الاخر تخرجي عوجه ومدقسه. يمكن الا سمعتي يا كريمو بلي قال لك بغى المسمن ديالي. لا اي باش تعرف بلي راه القهوه ديالك كامله ماشيه على وجهي وبارك لك دخلك على وجه المسمن المدقس ديالي. انت يا لاله تا كركوس كتجيبي البركه. شوفي الله يرحم باك هذا الشيء غتبقاي تعجنيه بكري وملي تساليه تحطيه في الكونطوار ديال 10 ما نلقاكش هنايا. وبغيت غير نبشرك بالخير يا كريمو.
شتي الا كنت طلعت لك فراسك بغيت نقول لك مازال غادي نزيد نطلع لك فراسك اكثر وغادي تبقى في ما طول من هاد الشريجم تلقاني حداك واحد النهار غتفيق وتلقاني في دارك كنشقى عليك حسن اللي غنتزوج فيك راك دايره بحالك كامل ديري النفس فراسك الله يهديك النفس خليتها للشومبرير وانا ما نقدرش نتنفس بلا بك كريم واش مع راسك الله يرحم باك بركه من عيقتي فراسك راه عيقتي عليا وانا ما نقدرش واحترمي راسك نتوما ما غاتسالوش من هاد الشيء ديالكم العام اللي جاي لقاكم كتناقرو اباس لا عمي احمد درت لك والو سالي ديال والو شرب شي حاجه عمي احمد لا دابا ما فياش عمي احمد تاكل شي مسيمنه سخونه من يدياتي ما كرهتهاش هي الاولى وعطينا حنا المصباح هذا نتسناو هيا واجد اخويا هيا واجد كريمو راه دابا شي كاس دتين ندوز بها هاد المسمنه ايوا سمعتي شي بلا بيا انا والله تدير فاي يا رب يعطيني السيزي غسيري بحالك ارير هيا لعمي احمد هيا الخويا سخونه انا سي احمد بلا مسمن ما تاخذش عندنا حتى سي احمد ياك واش التجاري عليك مرتك ولا علاش قعد دقيق تعرفي علاش قلتيه فينك عبد الرزاق اللي قلت لك سير بالري ديالي راني دزت لعندو وقلت ليه الحق عليا ياك لاباس اود القايد اش كاين ايوا اللي شافك حتى وديك المسمنه ما يشوف على الباس مصيبه كحله بروسي بروسي علاش تهيطو عليا ملي كاين بروسي انا عمري ما في 40 في الساعه ويجيني بروسي انت معيط لي انتي بي اجيت انا باش تقول لي جاني بروسي نحو لي الخوت غادي نمشي للدار ونعاود نرجع راجينا حق راه كبيره هادي يكون جاني للدار تبت وحصر رانا مخزن وجاني شي بروسي على انا شويه في البلاد ولا اخباركم لا جيت علاش العيالات تاع الفيلاج مالهم ما صدقوش سهلات تبارك الله على بنت اختي الغزاله اللي ما كتحبش من ولا الا الخال والخاله بسم الله اي وقف 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 ما لقتنتيني عبد الخال انا دايس في الضو الاحمر تخالي على راسي وعلى عيني ولكن هذاك الشيء ديال المحسوبيه والزبونيه ما عنديش معاه عدي الله يهديك اش من محسوبيه ولا زبونيه انا راه من الشجره ديال هاد العائله خليني نقعد حداك ياك انت عارف ما عندكش مؤهله باش تدخل هاد الصالون فرحم الله من عرف قدره امين يا ربي اجعل من عرف قدره من اهل الجنه انا راه جاي اليوم باغي نقعد حداك ونضحك معاك ونعاود لك شي تعاويد سالها وبنت اختك غتواضع وتفرح بها مزيان ملي درتي هكا باش ندي وانا وياك ونجيبو في الهضره وفرصه نيت لك حتى هي تستافدي وخا ما بانش ليا فاش نهضروا انا وياك شوفي خالك انا راه خابره سوليني على اللي بغيتي غنجاوبك عليه واخا ما نكونش فاهمها على من صوتت في الانتخابات اذا ما سمعتينيش مزيان انا راه خيبره ما كنصوتش واش نوض صوت واحد انا نعطيه ليهم ونبقى ضيع في الزناقي بلا صوت واش انا تصطيت تبارك الله عليك نطور مع راسك ما كتصوتش اذا انت مواطن غير صالح انت بحالك هما اللي كيعطيو الفرصه اللي ما كيستاهلوش وما كتشرفنيش نجلس حداك ودوماج انت خالي ما تبعنيش ولا والله حتى نقولها لبابا تي راه ما فراسك ما يتعاودش تي داك باباك راه كنتفارق انا وياه بالبكا سميمي عنده تقضي لي واحد الصخره فورا على البلبوله تبعني جلس سما والله ما تدخل أيوة. عرفتي يا بابا ما كيصوتش في الانتخابات خاب ظني فيك خالي علاه مني يمشي هو يصوت شكون اللي على الاخبار غيكوكط سمعتي كلام القياد شتي التكوين المستمر ديالي كيداير ها عاد الصح وقف حدك البياج خذ لا كوموند شفاهيا تعرفي الزا الحاسه برويسها وسير سيدي يقول لها قال لك السي ورك على السي بن عيسى ولد القايد يقدر قال لك جمعي حوايجك وسري هذا الجهد اللي ما يبات واش تبغى يجري على من الفيلاج يح وانا قدرت ما عنديش كندير شوف قول لها تخرج ليا من محلي والفيلاج يحن الله شي نهار ويلي على محلي قول محنا ايوا بويا خوبوك لا راضع معايا بالزوله وحده لا فايت فيك باشا لا ماشي نديرو لك باك مقدم وسخن فيك الدم يلا سيدي سري واخا لا عطاتو يا مو يشالي بكم امو انا مسدي خرجت عليا يا العدو مسدي عفاف انت عفاف انت الله الله باتت يا امي والو ما كتجبديش والله الا اليوم عاتي واخا مشيت وجيت بزاف والله العظيم ما عيت وخرج ليا تنفخو بقيت هو هذاك وانا اليوم فرحانه امي حيت ما درت حتى شي زبله ابنيتي تي راه شاده فيك العين واش العين جوج عينين حيت بجوجهم ما كتشوفش بيهم يا الله هالعيالات
كل وحده فيكم تقولي اشنو دارت. يلا خالتي تصنتوا لي، انا غادي نبدا لكم انا الاولى. عرفتوا مشيت شفت واحد الماركه ديال المكياج، عاتي قالوا لي بغينا داكشي ديال الزيوت الاساسيه ديالكم كله. ومشيت عاوتاني خالتي لقيت ثلاثه ديال الاوتيلات قالوا لي بغينا الزيوت والصابون والكريمات وداكشي كامل بغاو يديروه في الصبا. والله يرضي على امك. الله يرضي عليك انت. امين خالتي. ايوا لي راه تشبهي امك في الحداقه والقوه اللي عطاه لك الله. سمعوني انايا مشيت لالا شي داك سوبر مارشي الكبير اللي قد فيه لاجيك كل شيء طلب الكسكسو والزيت. الله يعطيك الصحه هنيه. هذاك السوق تضاموني عجبتهم السلعه كامله وقالوا لي غنعطيوكم جناح على قدو. واك واك الحق وات انا ما تحيدونيش من بالكم. ايه انا راه مشيت دبرت على 10 ديال المعارض، 4 يا لالا في الخارج وواحد في الخليج وما تبقى هنا في المغرب. وتبارك الله عليك وليت جاي على الزباقه ديال داكشي. سمعوا سمعوا، انا راه شفت مع صاحبتي خدامه في المطار، قلت لها على السلعه ديالنا بغاوها كامله، بغاو يحطوها في الحوان ديالهم باش يبداو يبيعوها للناس ديال الغربه والتبرانيت. وانتوما قولوا تعال لي يا قولوا تعال لي بغيتها يا قولوا تعال لي. تبارك الله عليك انت وعكازو من الياقوت. ايوا دابا على هذا الحساب محال تقدنا السلعه. لا تقدنا، غرتاحوا اليوم وغدا ان شاء الله انا في الخدمه. يا وقولوا تعال لي يا وقولوا. واحد السلام عليكم العيالات. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الا جبتي معك شي سلام محال خويا هذاك وانا اللي كنعرفه. المهم ما على الرسول الا البلاغ المبين. سطروا على هذا المبين، قال لكم السي بن عيسى ولد القيد بريو على روسكم حيت باغي المحل ديالنا اللي دايرين فيه انتم الكوبراتيف. اللهم اني قد بلغت. واللي عنده شي اعتراض قال لكم سي بن عيسى تزمط ولا تاكل الشحن. خليت لكم الراحة. الراحة جبتيها معاك الشحط. ويلا لا الشحط. العيالات اش غادي نديروا دابا؟ ما عرفت انا اللي غندير. حميد حميد كاين حميد؟ لا شكون اللي عطاك هذاك الكلام هناك؟ نزيتو راسي محشوماش؟ علاش؟ الراجل ما كاينش تهز ليه الكلام ديالو تبغي شي واحد يدخل لك القهوه يشرب القهوه وانت ما كاينش يخرج الفوضى هذا. اش بان لك انت اللي تقابل لي هاد المحلات؟ هما اللي نقابلو اللي انا مشارك معاه؟ وملي ما مشاركش معاه خويا اش كتدخل في شي حاجه ما سوقكش فيها؟ لا ودوي واش سوقك؟ واش مشات لك شي حاجه؟ لا 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 ما مشات لي. ودي سوق راسك الله يرحم باك ولا صافي نسولك كريمو. واش هذاك الكلام هنا تتشير بها؟ لا لا كان في انتيكا. حيدها حيدها افات كيوقع حيدها. وديها سوق راس. لا 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 نديها في سوق راس. حتى انا كندخل شي سبوقات بعاد عليا. داكشي علاش ما كنضمنش راسي. الله يهديني وصافي. ما عرفت فين كنت غادي. صعب اخرى. تفلاو عليا انا هذا الكوبراتيف يكون والله لا بقات ليهم. مزيان. نوليو قد السطل قد القب. وهذا تماما. شكرا بارك الله فيك. لا تفضل تفضل. لا لا هي هي لا لا هما جوج حوانت ولكن متزين. معلوم عندهم الموضوع ديالهم. اييه يا سيدي اللي يطمئن قلبك غادي نتلاقاو عند النوتير صافي. لا شوف الله يرضي عليك دابا تقدمت لي راسك وقلت لي حقا ولد المخزن. انا كريب قدام المخزن. انا من صوتك عرفتك فايت فيك قايد يا خويا. غادي نحسب لك غير 3 شهور تسبيق و40 الف ريال الكره. يا سيدي مني غتعطيني اللي عليك ونمد لك الحانوت اللي عليا ما ديرش فيه غير الجمال. دير الفكارن دير القنافد دير الثعالب ودير الحلو في الوحشي راه كيبغيو نصرايا صافي. ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم مني صباح الحال نتلاقاو عند الحاج ابراهيم ولد محمد الغليظ. سمسار اه غادي يكتب لينا الكونترا وغادي ندوزو القياده نقي ولا بلاش من القياده راه كلشي عندي في قبي الطوابع. يلا دوز بخير. ساليتي ساليت. ايوا هاني مشيت. اجينا اجينا راه شي نهار تشعل لك البولات السخونيه ديال الشربير وتكول لك شي فرده راه ما خليتي فين طوطحتي. لا انا بغيت نمشي نكزي شي صواب
مع لالا رقية مرت ولد القايد. ياح عرفتيها؟ ياح اش تحسو نتحسيتي واش هاد الرقي؟ وسمعيني كتي بركه ليا مع دوك الوقفات على القصب كيداليا. والله الا عندك الحق. راه هو راه ماشي شي قايد، راه باقا ما خرجتليش كارت غليز. ماشي مشكل. كيدور على واحد الكارطونه. انا قلت جالسه نمشي نجمع شي شويه مع لالا رقية مرت ولد القايد. برافو. والحاجه مرت القايد. تادي برافو. واتاتو. رضا وسلمي عليهم. نسلم عليهم، انا علاش غادا كاع؟ وعاودي ليهم على التهلو ديالي. الله عاودي. باش يوصلوا العمل. غادي نقول لهم بن عيسى اي شكرا ولد القايد يقدر كيتعدى ليا على العيال حتى ايوه ويخرجوا من الكوبيراتيف. انا وجدو وجد جدو خاونين الزيتون في الاراضي كامل. انا ايه واش انا شويه في البلاد اللي ضحك عليا العباد؟ ها والله ما سبتي لي نشره صبينك كتعرف حتى الوساده. الله يا بنت لالا رقية غتقولها سيدي اسماعيل. ايه وسيدي اسماعيل غادي يجمع بك في القهوي هو وولادو وحفادو. وصلت العمل وانا غنقول لهم غير الحقيقه. انا مزاوج لك في الله. دوز بخير. انا مزاوج لك في الله. مزاوج لك في الله. دوز بخير. راه كتعرفيني كنبغيك والله شاهد عليا والملائكه راه تايقيدوا يورجعوا الناس الاراضي ديالهم. ما تقدرش غادي يديروا لي تبديل المحجوز. اش كدير؟ اشنو؟ غتخسر لي الصباغه مازال ما كرمت. انا ديك تعاوديها على طولي. واخا كتقطع في القلب. شكرا. ولا قلت لك انا ما غنقول لهم والو على الزيتون. غادي نقول لك الله يرحم من رباك. ولا قلت لك انا ما غنقول لهم والو كاع. وغنقول لك الله يرحم من قراك يا. ولا قلت لك كتب لي المحل ديال الكوبيراتيف بعشره. غادي نقول لك دارتها بيا مرا. انا جايه. فين غادا؟ في جيب لاكار. لاسيونار؟ نتكاتبوا. واجده. جدي لجد الله. واحد ما راهي صرف عليا أطول اللسان واحد ما يعمر لي القفة يدوي توجوه الميزيرية اللي نصهم جيعان يدوي واللي ياكلوا الجلفان شريكي أستا لافيستا شريكي شريكي دنيا غدارة شريكي أستا لافيستا وشريكي شريكي دنيا دباحة العار هالعار اختي ماري لما سكتينا راك كتزيدي تطيحي علينا الضيم الضيم راه هو اللي كيخمر الموهبة والفن كتخمر الضيم ديري شي حاجة ديالك انتي وما راه الأغنية اللي دريتينا في راسنا راه عارفين مولاها شكون هو وانتي مالك انا وبلال راه ما بيناتناش وامي وماري واش نتوما غتبقاو جالسين ديو تجيبو في الهضرة واش دابا اش غنديرو نوضو نجمعو باجاجنا ولا شنو خليهم راه كيتسناو بن عيسى تيجيك يجمع عليهم قشم ويلوحهم في الزنقة ويضحكوا عليهم صحاب الفيلاش الله يا صدي يا ربي طابوا لي رجليا ما خليت لا حاحه ولا ملحه ولا لقيت شي حاجه وخالتي من هادشي كامل كون شفنا غير شي كوري ولا شي حاجه نكسوه نقادو من هاد الكوري القاع عشا راه هضرت للفيلاج دار بدار ولا لقيت شي حاجه للكره وحسنا كاع ما بانت على باقي عندها الوجه باش تبان عندها الوجه باش تبان وعندها حتى السنطيحه ووجهي احمر هنا اش هذا هذا عقد بيع عشره بين حسابات المقدم وبين عيسى ولد القايد المحل ديالنا والمتع ديالنا المحل ديالنا والمتع ديالنا اللي كاين هنا ورا في المغرب كامل نقول لك كل شيء طالب الكسكس والزيت نسيت اجي هنا مسخوت تما خليني نتفاهم عجبكم صوتي اكيد ولفتوني كون انا نص هوا وطاطا وزويك وكتب جابت نجاش واه يا واه